امام عاشور وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي بقى بيخاف عليها الزملكاويه جدا، وكهربا والانسحاب عشان خايف مني، وكاس الكرامه. حلقه جديده من المشجع هنتكلم فيها عن كهربا وامام عاشور والانسحاب او المشاركه والقيم والاخلاق والمبادئ. لكن ما تنساش تعمل متابعه على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير وتوصلنا للغير، وتعالى معايا سريعا ومش هطول عليك المره دي. تخيل كده ان الزمالك ما راحش كاس السوبر وخسر نص مليون دولار على اقل تقدير لو كان طلع مركز تاني، ومليون دولار لو كان يعني مشيت معاه وكسب الاهلي وهو موقوف قيده عشان قصه سبورتنج لشبونه. تخيل في نص مليون دولار، اقل حاجه كانت نص مليون دولار او مليون دولار راحوا منه بسبب ان هو قال انا مش هسافر عشان الكرامه، انا مش هسافر عشان كرامتي. ازاي كهربا ما يتنفس عليه العقوبه؟ وازاي الكهربا اللي شتم وقال عقدي صح واللي قال واللي قال واللي قال، وبعد ما تطلع العقوبه ازاي يحصل استئناف وازاي تتوقف؟ وامام عاشور ولما حصل في خناقه امام عاشور، الكلام ده ما ينفعش، احنا مش هنلعب عشان كرامه النادي. طلعنا ساعتها واكدنا وقلنا ان الكلام ده مش اكتر ما هو او هو مش اكتر من ان هو ضحك على جمهور الزمالك وضحك على نفسهم، لان هم كانوا خايفين من مواجهه النادي الاهلي وكانوا خايفين من النتيجه الثقيله. لان ساعتها كان طبعا انتوا عارفين القصه الشهيره بتاعت الاحتواء، والحكم محمد عادل لما طلع قال ان احنا احتويناهم، وانا قلت للحكام يعني دي نجوم كبار والفريق وده وقت الاحتواء لازم نحتوي اللعيبه، عشان اللعيبه انا حسيت ان هي خايفه من النتيجه الثقيله، فما كانش هينفع الموضوع يروح يكرروه في الامارات، ما كانش هينفع يكرروه في الامارات، فكان ممكن يبقى فيه نتيجه ثقيله. فخوفا من ده قال لك احنا مش هنروح، وكانت الحجه كهربا وقال لك احنا خدنا كاس الكرامه واحنا عندنا كرامه واحنا مفيش منا اتنين، وده شيء بالنسبه لي غريب وعجيب، لان انت ما ينفعش تتكلم على نادي في لعيبه بتشتم جماهيره وبتشتم مجلس ادارته وبتلعب فيه عادي ويجي يقول لك كرامتي. يعني مثلا دول اساطير، لما نيجي نتكلم على شيكابالا، ده لعيب شتم جمهور الزمالك، رمى الشاره بتاعه الزمالك، اتخانق مع كابتن حسن شحاته في اكتر من موقف في الملعب، رفع الجزمه لجمهور الزمالك، ساب الزمالك وهرب بدل المره اتنين، والزمالك بيدفع قضيه سبورتنج لشبونه دي بسبب هروب شيكابالا من الزمالك اللي بعد كده راح جابه، ومع ذلك بيقولوا على شيكابالا اسطور. خد الكبيره، شيكابالا راح مضى في النادي الاهلي. شيكابالا راح مضى في النادي الاهلي، بيقولوا عليه اسطور. طيب لما نيجي لكهربا، كهربا تف على جمهور الزمالك وكلنا شفنا التفه، ومع ذلك كان بيلعب الماتش اللي بعديها عادي، ضرب جروس واتخانق معاه وكان بيلعب بعديها عادي، وكان بيتقال له احنا هنعمل لك مقام الناس تجيله في 2019 عادي جدا. عندك كارتيرون سابهم وهرب، سابهم كمدرب وهرب، وسابهم في وقت صعب جدا كان قبل نهائي افريقيا والقصه دي، ومع ذلك راحوا جابوه. باتشيكو نفسه هرب وراحوا جابوه، يعني سابهم وهرب وبرضه رجعوه تاني. كارتيرون نفس الكلام، مشي ورجعوه تاني. فيعني انت بتتكلم في نادي انا اسف ملوش اي علاقه بقصه الكرامه دي، قصه الكرامه دي قصه مش موجوده، فاتضحك او اتباع للناس ان انا مش هروح عشان الكرامه، بالرغم ان زي ما بقول لك الموضوع ملوش علاقه بالكرامه، زي ما انسحب قبل كده في موسم 2020 من باب ان انا مش عايز اجهد اللعيبه، وساعتها الاتوبيس عدى العكوبري، لا ده العيال واقفه بتعمل حمام في مش عارف مين، ده العيال واقفه بتعمل ايه، والكلام الحلبنتيش اللي بيضحك بيه على جماهيره او اللي الجماهير بتحاول تقنع نفسها بيه، يعني قال لك عشان افريقيا اهم، وفي الاخر عمل ايه؟ خد القضيه ممكن في افريقيا. فيعني هو الموضوع ملوش اي علاقه بالكرامه زي ما قلنا، الموضوع ليه علاقه رؤى، انا اسف رؤى محمد رؤى اللي بيلعب دلوقتي في كاس الرابطه قلنا، وفي الدوري المصري زعق لجمهور شتم الجمهور وعمل له مش، ومع ذلك بيلعب عادي وموجود في الفريق، يعني شيء ما فيهوش ازمه او ما فيهوش مشكله. محمود علاء، محمود علاء شتم الجماهير واتشنج عليها لما كانوا بيهاجموه ويشتموه قبل الاعاره، ومع ذلك عادي كان بيلعب الماتش اللي بعديها وكان بيقول لهم يا اولاد كذا عادي جدا. سيف الجزيري نفس الكلام، كان طالع بيشتم الجمهور وهم طالعين بيشتموه لما خرجوا من افريقيا الموسم اللي فات وعادي، وكان بيلعب الماتش اللي بعديها مفيش اي حاجه حصلت. فرجاني ساسي سابهم ومشي وهم فاكرين ان هو كل ده، وقال لك عملوا حمله ابيع لباسي عشان فرجاني ساسي عادي برضو، فكرامه ايه اللي انت بتتكلم؟ انا ما اعرفش، ولكن بعد كل ده تخيل انه هيلعب يوم الخميس في الدوري عادي،
طب ما كهربا موجود، هو نفس الماء، كهربا ما توقفش، كهربا هيلعبك الماتش التاني من غير تنفيذ العقوبة اللي انت كنت شايف ان كرامتك كانت بتقول انك ما ينفعش تروح. هتروح يوم الخميس ليه؟ فين الكرامة؟ اين الكرامة؟ طب كاس الكرامة اللي انت خدته لما ما رحتش الامارات. فهو ضحك على الجمهور، ما عملش غير ان هو خسر النادي على اقل تقدير نص مليون دولار كان ممكن ينفعوه في ازمة شيكابالا اللي هرب من الزمالك وراح سبورتنج لشبونة، والزمالك رجعه وبقى عليه مديونية من 400 الف دولار لمليون ونص دولار بسبب التأخير في تنفيذ دفع المبالغ اللي على الزمالك. ادي قصة الكرامة وقصة كهربا وقصة ان احنا بنأكد ان كده كده قصة الكرامة دي حاجة مش موجودة، وان قصة السوبر والانسحاب كان للخوف من مواجهة النادي الاهلي، لكن الستة بتاعت المقاولين مقوية قلبهم، التلاتة اتنين بتاعت فيوتشر مقوية قلبهم، وان شاء الله بإذن الله اللي كانوا خايفين منه في الامارات يشوفوه يوم الخميس وياخدوه بإذن الله بسكور او بسكور تقيل. قصة تانية بقى وهي قصة امام عاشور ومجيء امام عاشور للنادي الاهلي ومش عارف مين، وفجأة بيان بقى عن فكرة اتفاقك او عدم اتفاقك مع الصفقة او لا او اه او انا شايف انه ما كانش ينفع او ينفع. سيبك من القصه دي، قصه ان تخيل ان الزملكاوي بيتكلم على قيم ومبادئ النادي الاهلي، يعني هو بيقول لك اصل انتوا كده ما عندكوش قيم ومبادئ. طب يعني انت كده معترف ان في قيم ومبادئ، ولا انت اصلا من الاول شايف ان ما فيش قيم ومبادئ؟ ما انا مش فاهمك، يعني انت دلوقتي كنت بتقول قيم، انتوا مشكلتكم ان انتوا فاكرين ان انتوا عندكم قيم ومبادئ، انتوا اصلا ما عندكوش. حلو، فجأة بقيتوا فين القيم والمبادئ؟ ما انتوا عندكم قيم ومبادئ، فهي فين لو انتوا جبتوا امام عاشور اللي شتم رمز من الرموز؟ طب يعني تخيل الزملكاوي خايف على القيم بتاعت النادي الاهلي. طب تخيل لو امام عاشور الاهلي اصلا ما جابوش او ما بقاش في الصفقة، انت هتطلع تقول الاهلي كده عنده قيم ومبادئ؟ ما برضه لا، ما هو ده الزملكاوي، هو دي مشكلة الزمالك، او هي دي مشكلة العقلية او التفكير اللي هو بيفكر فيه او بيفكر بيها او الطريقة اللي هو بيفكر فيها. واسف او بعتذر على كلمة انه بيفكر دي، بعتذر عليه، ولكن ملهاش معنى غير كده، ان هو يعني مش هينفع اقول غير ان هو بيفكر، ما هو العقل المفروض خلق للتفكير، ولكن ان في ناس بتستخدمه استخدامات تانية ده شيء يرجع لها، ولكن ده طبيعة الامر. فانت لما تيجي تقول لي ايه اصل القيم ومبادئ، قيم ومبادئ، ما انا كده كده يا ابني عندي قيم ومبادئ، قيم ومبادئ دي بتاعتي، على النادي، على لعيبتي، على ادارتي، على نظامي، على سيستمي. لكن لعيب كان زي تاني، هرجع اقول لعيب كان عندك، لعيب كان متربي في بيئة وتربية البطولة فيها ان انت تشتم وتهاجم الجمهور، فانا هاخده، الراجل اعتذر، اتأسف، اتأدب، هاخده من عينك ومن قلبك وهنزل دموعك وهحرقك عليه، وهاخده عندي اربيه، المعه، اديله بطولات، يكسب معايا بطولات، استخدم امكانياته الفنية، والدنيا جميلة. فين المشكلة؟ انت فين مشكلتك؟ وغصب عني هيفضل عندي قيمي ومبادئي، فين مشكلتك؟ يعني انا مش فاهم. فيجي واحد يقول لك ايه، لا ما انت كده ما عندكوش قيم ومبادئ. يا فندم انت بتقول لي انت انا ما عنديش قيم ومبادئ ليه؟ فين القيم؟ ما القيم والمبادئ عندي موجودة. انا لا بقى رمضان صبحي، عصام الحضري يقول لك لا، لان دول كانوا عندي وما احترموش قيمي ومبادئي، خلاص مش هيشوفوا جنتي تاني لانهم شافوها مرة، مش هيشوفوها تاني. لكن هو اصلا مش عندي، انا هحكم على ده ازاي؟ يعني انا مثلا ينفع اجي اقول لك، يعني مثلا جمهور الزمالك من الجماهير اللي بتقدس اللعيبه، وعنده اللعيب فوق النادي، وبيعمل اساطير وهميه واساطير من عجوه، ودايما بتديله على دماغه، زي بن شرقي، زي فرجاني، زي شيكابالا، اي حد عنده بيعمل ترقيصه بقى اسطوره. حلو، مصطفى شلبي كان بيتشتم، ومصطفى قول الحق عملت حلاوه ولا لا، بقى مصطفى شلبي عشان جاب جون او جونين من كوره مثلا ارتو، قال لك مصطفى شلبي دي احسن من ابو تريكا واحسن من بركات واحسن، عادي جدا، بقى اسطور، بقى اسطوره. حلو، ما عنديش مشكله في النقله دي. اجي بقى اقول لك انتوا كده ما عندكوش قيم ومبادئ النادي الاهلي، طب ما هتبقى عندك ليه؟ يعني انا الومك عليها ليه؟ ما انت مالك انت، ما طبيعي ما عندكش قيم ومبادئ النادي الاهلي. انت هو انت جوه المنظومه عشان يبقى عندك قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ انت شيكابالا لما باعك ورجع وراح مضى للاهلي ورجع ودلوقتي عملته اسطوره، انت مالك؟ ما انا مش هاجي اقول لك فين قيم ومبادئ الاهلي، انت مالك بقيم ومبادئ الاهلي؟ ما انت اصلا في حته تانيه. فامام عاشور ازاي هحاسبه على قيم ومبادئ الاهلي وهو مش في الاهلي؟ فيجي واحد يقول لك ايه، يعني انتوا بقى من الاخر اللي عايز يجي الاهلي بعد كده يشتمكم، يشتم رموزكم. لا يعني هو هي انت، انا مش فاهم انت ازاي فاهمها كده. احنا هو لما شتمنا وهو في بيئه بتسمح له بده، مدياله البطوله في الشكل ده، لكن هو ما يجي عندي انا هخليه بقى في البيئه بتاعتي، بتاعت القيم والاخلاق والمبادئ والنظام والسيستم. يعني زي مثلا انت بتقول لي ايه، اصل عشان شتمكم فانتوا ازاي تجيبوه؟ ازاي بتردوا على ده؟ حاجه على نفسكم، ده شتم رموزكم، فانت بتلومني انا كجمهور على حاجه زي دي؟ طب ما انت عندك رئيس نادي بيشتمك بامك ولسه بتشجع النادي،
رئيس النادي عندك بيشتمك بامك، رئيس النادي عندك بيقول لك امك صاحبتي، رئيس النادي عندك بيقول لك امك بتحبني، رئيس النادي عندك بيقول لك لو مش عاجبك اشرب من الخراره وانت لسه بتشجع النادي. ده مش بي... ده بيهين كرامتك، بيهين كرامتك، بيجيب سيره امك. فعايزني انا ما ينفعش اجيب امام عاشور اللي شتم رمز من الرموز وطلع اعتذر، وانت كجمهور بيطلع رئيس نادي يشتمك انت بامك ويقول لك لو مش عاجبك اشرب من الخراره وانت شايف انه ده عادي؟ انت كده عندك كرامه؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ ابو تفهموا ازاي؟ انا مش عارف ده، ولكن انا كل اللي اقدر اقوله لك انا عارف ان صفقه امام عاشور لو انتهت بالشكل النهائي وتم الاعلان رسمي عنها، انا عارف ان ده شيء هيكون وجعك، شيء هيخليك تبكي، شيء هيكون طالع من عينيك زي ما بنقوله، وده شيء في حد ذاته ممتع، شيء في حد ذاته جميل. فكره القيم والمبادئ والاخلاق يعني زي ما بيقولوا كده، ده شيء ما يخصكش، ده شيء انت ما تعرفش عنه حاجه، ده خليك في اللعيبه اللي بتشتمك وموجوده عندك واساطير، خليك في اللعيبه اللي بتهرب عندك او مدربين واساطير، خليك في رئيس النادي اللي بيشتمك بامك وبيشتمك بكرامتك وبينعل سنسفيل الكرامه عندكم والجمهور ويقول لك ده يروح وده ما يروحش وده يقلع التيشيرت وده ما يقلعش التيشيرت، وامك صاحبتي لو مش عاجبك اشرب في الخراره، ولو انت ما بتحبنيش مش مهم امك بتحبني. ده كله لايق جدا على المنظومه دي، فده المنظومه دي مالكش دعوه بالمنظومه بتاعت القيم والاخلاق والمبادئ، لان هي المنظومه دي عارفه كويس قيمها واخلاقها ومبادئها، وعارفه بتطبقها ازاي وبتطبقها على اللي جوه منظومتها، واللي بيجي جوه المنظومه عندها بيقدر يخش على السيستم ده، ولو جه ومشيش على السيستم ده هيترمي زيه زي اي حد، هيترمي عشان تاخده انت في البيئه الخصبه لقله الادب وقله الكرامه. فعشان بس الامور تبقى واضحه وعشان الامور تبقى معروفه ومعروف حقيقتها، حبينا بس نوضح الجزئين بتوع الانسحاب من الخوف والموضوع بتوع القيم والمبادئ اللي الزملكاويه فجاه بقوا بيخافوا عليه، وهم زي ما انت عارف لا عندهم لا قيم ولا مبادئ ولا حتى كرامه، ولكن فجاه الزملكاوي بقى خايف قوي على قيم ومبادئ النادي الاهلي في ظاهره ما بتقولش غير حاجه واحده بس، ان صفقه امام عاشور الصفقه ما يتم اعلانها رسمي هتشوف بدل الدموع دم، وده شيء في حد ذاته جميل وممتع. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وقبل ما اقول هقول لك هو ليه جميل وممتع، لان ده بياكد حاجه واحده بس، ان اي حد مهما كان هو مين بيحلم بمنظومه النادي الاهلي، بيحلم بسيستم النادي الاهلي، بيحلم وبطولات النادي الاهلي، بيحلم بالتاريخ اللي هيعمله مع النادي الاهلي، بيحلم يعدي من جنب سور النادي الاهلي، وده اكبر شيء ياكد ويدي مدلول على ان النادي الاهلي هو القطب الاوحد للكره المصريه اللي بيحلم بيه اي حد حتى لو كان زملكاوي ابا عن جد. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع، وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، وتوصلنا للغير اللي ان شاء الله باذن الله هنبقى مستمتعين واحنا بنشوف دموعهم يوم الخميس. سلام.